الشهرية أخو عزيز وغالي اسمه عبد الرحمن المرجان. عبد الرحمن المرجان. ده جاب لي الحمام الزاجل، طبعا أنا طلبته طلبية، يجيب لي هي 86 85 87 تمام. فجاب لي الحمام اللي هو 86 و87، الحمام هذا وصل عندي. أخذت كمان جوز من عند أخي العزيز ضاحي شويخات. ضاحي شويخات هذا في المنطقة الشرقية، أخذت منه جوز. فالجوز هذا اللي أخذته منه 86. نصيحة حبيبنا والإنسان العزيز علينا اللي هو عبد الرحمن المرجان قال الستة الفرادي دول يلقوا على بعض، اوعى تدخل أي دم عليهم. ممنوع من عن بعد. حتى لو كانوا اخوات؟ لا، من برا. من برا. الحمام ده ست الحبات يعيلوا، تخلي عيالهم يعيلوا مع بعض ويعيلوا مع بعض الى ما لا نهايه. تمام. بعدين احنا اهتدينا يعني تقريبا في بعض الامور، انه تجديد الدماء اللي بيحكوا عنها هذا ما بدي اقول لك كلام مؤكد. ممتاز. لانه الدليل موجود عندنا في القران الكريم في سوره الفيل. تمام. وأرسل عليهم طير الأبابيل. تمام. طير الأبابيل كم مليون سنة ما تجدد له دم؟ ملايين السنين. عندك أبو وردان الطير المصري اللي عندكم موجود طبعا في الغيط وتلتقي، ده كم مليون سنة ما تجدد له دم؟ أبو وردان يعني. أبو وردان. دي طيور يعني الغراب ما تجدد له دم، موجود من ملايين السنين. فمعناته كلمة تجديد دم أنا بالنسبة لي أنا شخصيا ما أعتبرها. إحنا عندنا طيور درسنا موضوع البوصلة. البوصلة هذه والجاذبية المغناطيسية الأرضية كانت من الدكتور زغلول النجار، دكتور مصري عالم في طبقات الأرض، وكنا ناخذ منه. فلما أنا يعني زي ما تقول مسكت موضوع البوصلة دي علشان الشباب الصاعد تمام كله يفهم كلمة بوصلة. تمام. كلمة بوصلة معناته تدلك على الطريق. ممتاز. فمعناته هناك في معلومة في عين الطير تدل على الطريق. ممتاز. أطلقت عليها اسم البوصلة الموجهة للطائر. ممتاز. فالبوصلة دي بتهدي الطير إنه يمشي على الجاذبية المغناطيسية الأرضية إلى أن يصل إلى لفته أو مدينته أو المقر اللي هو. ممتاز. وابتدينا نشرح عنها. وإن شاء الله إحنا ما نبغى من الناس أي حاجة، ولا نريد من الهواء سوى الذكر الحسن بعد الرحيل. ربنا يبارك فيك. هذا اللي نبغاه إحنا، إنه الناس تفهم، الناس تعرف، ما عاد أحد يغشهم، إنه هذا الطريق واضح. حاجة موجودة في العين معلومة، مو شرط إنك تشتري من المقلية أو من فلان أو من فلان، عارف المعلومة ممكن تشتريها عندك في مصر. اروح اشتريها من سوق العتبه عندكم. بكم؟ ب10 جنيه. تمام. بدل ما اشتري الطير ب 100 جنيه، ب 1000 جنيه. تمام. ب 10000 جنيه زي ما بنسمع. تمام. ب 50000 جنيه. بينما ابو 10 جنيه ده احسن من ابو 50000 جنيه. بالظبط. احنا نتبع المعلومه ونشتري الطير. تمام. طب هل الحمام الزاجل كان اصله الوطن العربي العرب، ولا كان جاي مستورد من اوروبا والكلام ده؟ اصل الحمام العربي اللي هو الحمام البابلي من العراق. تمام. واصل الحمام الزاجل طبعا الزاجل. واصل الحمام الزاجل من مصر. من مصر؟ من مصر اصل. يعني اصل الحمام الزاجل اصلا عربي. اصلا عربي. عربي ولا من مصر؟ لا، من مصر طبعا. ومن بابل. هذول اللي اكتشفوه العباسيين في ذاك الوقت وكانوا يراسلوهم. تمام. اخذوه الاوروبيين صح، من مصر ومن غير مصر. ومن العراق اخذوه على اساس انهم هم طوروه. تمام. فالحمام دحين صار في بعض الحمام ما يرجع من 200 كيلو. فمعناته الحمام المضبوط الاساسي اللي هو حق العرب كان يطير الافات الكيلوات. أول لا يكون إنه وصل الكرز من باكستان إلى قصر فاروق في مصر. تمام. يعني شوف المسافة دي. عندك أيام الأحداث من طيور طارت حقت أحد الهواة في الكويت، طارت من الكويت إلى تشيكوسلوفاكيا.
حوالي 4000 كيلو. فالطيور الأساسية هي موجودة، بس لما يكون في تجديد دم وفي لخبطة في السلالات فمعناته حيضيع الزاجل، ما هو زي ما كان أول. فاللي يحتفظ بسلالة حمام مسافات طويلة لازم يكون في المعلومة موجودة اللي أنا شارحها في العين. العين تيجي من 3 إلى 6 كدائرة هلالية، في العين الثانية من 6 إلى 9، أو تكون عبارة عن تضاريس أو تنجيم ملتف حول النور. في العين الكاتمة، تيجي زيج نحيل ملتف حول النور ما يزيد عن 2 ملي، وحوله في نقاط باللون الأسود أو بالتضاريس السوداء. على مجموعة العين كل ما زاد اللون الأسود خارج النون قبل الجفن يعتبر الطير هذا مسافة طويلة، وكل ما نقص لا يستطيع التحديد. طبعا إذا كانت المعلومة ناقصة جدا لا يستطيع التحديد ولا العودة من المسافات الطويلة. في بعض الطيور بتسابق مسافات طويلة، بيسابق مسافات طويلة ما عنده مشكلة. لما تدخل أنت في 30، 40، 50 إلى 60 ألف طير داخل طيرك، هذا معلومته ضعيفة. الطيور بتخاوي بعض أو تمشي مجموعات مع بعض، ممكن يوصلوه إلى 400 كيلو. المنطقة اللي هو يكون إيش يعني، فالطيور بتنسحب إلى 500 كيلو، فمعناته ممكن يحدد ويرجع ويسجل وهو معلومته ضعيفة. إحنا هذا ما نعتبره، ليه؟ لأنه هذا تعتبره مسحوب، بس لو جبته تاني مرة وديته الألف الكيلو مش حيرجع تاني، لأنه ما حيحدد هو كان مسحوب. والله يوفق الجميع، نتمنى للجميع التوفيق، ونتمنى للجميع انهم يتعلموا ويتثقفوا ويقروا المعلومات اللي انا نشرتها. ما هو عن شهرة ولا عن قصد، انما هو كل ما في الامر اني انا ابغى الناس تتعلم شيء، يحفظوا حاجة تفيدهم في المستقبل. اذا مر واحد فيهم على حمام يرجع لسلالات فلان آدمي يقول رحمة الله عليه، هذا المطلوب. طيب نصيحة للغواة، يعني كل غواة النهاردة عايز، أي غاوي عايز يبدأ في الحمام الساجد، إزاي يبدأ في الحمام الساجد؟ إيه نصيحتك له؟ شوف، إذا كان عنده استطاعة إنه يشتري الحمام المسافات الطويلة، فما عندك مشكلة إنه يشتري الحمامات المسافات الطويلة من أي مكان كان. إذا اقتنى الحمام المسافات الطويلة، لديه قدرة تحمل فائقة في العودة إلى اللف. إذا كان الرياح ضد الطيور، إذا كان في تضاريس جبلية، مهما تكون صعوبة الجو حتى لو كان في أمطار، الطيور هذه تكافح وتجاهد حتى تصل إلى صاحبها. فهذه الطيور المسافات الطويلة، هذه مزاجة الطيور المسافات الطويلة على حسب تدريبك. إذا دربتها على تدريب الحمام القصير، معناته تبدأ كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 15 كيلو، 20 كيلو، 30 كيلو، 50 كيلو، 70 كيلو، وترجع تكرر المسافات هذه كلها لازم 3 مرات 3 مرات. لما تيجي بعد 70 الكيلو ترجع ثاني مرة للـ50، تطلق الطيور فردي واحد واحد عشان يعتمد على نفسه، واللي ما في بوصلة حيسقط خليه يروح مع السلامة. فمعناته تمشي على حاجة سليمة، ترجع يوم 70 يوم 50، يوم تخلق الطيور 70 يوم 50. اللي يقول لك الطيور تنهك، لا، الحمام المسافات الطويلة ما عنده كلمة تنهك. أيوة ده النقطة، شغال على طول. فمعناته إذا دخلت سباق أنت 200 كيلو، بإذن الرحمن الرحيم الطيور المسافات الطويلة تديك نتيجة 100%، وتديك في الأوائل إن شاء الله، بس حسب التدريب. إذا توقف التدريب يوم واحد تتأخر الطيور 5 دقائق، فكل ما وقفتها يوم كل ما تأخرت 5 دقائق. بكرة لما تيجي في سباق أنت داخل فيه تبغى تستنى طيورك وغيرك يسجل وأنت قاعد تتفرج، والانتظار يجيب الملل. فمعناته يا تقوم بواجب الطيور مظبوط عشان هي تديك معنى، تديك نتيجة. النتيجة ما تيجي إلا بالتعب والعذاب والمتابعة. بالنسبة للزاجل في 3 حاجات، يعني تقدر تقول إذا كان الهاوي يستطيع استعمالها فهو متعب
ومقرف ومقلق. ثلاث الحاجات دي فيه. تمام. اللي يستطيع انه يواصل معاه ما في مشكله، واللي ما يستطيع من البدايه لا، خاص بالحمام الزاجل. خاص بالحمام الزاجل. صعب. الحمام الزاجل صعب. تربيته صعبه. تمام. وفي بعض الناس بيدوروا له علشان شهره. تمام. وفي بعض الناس يدوروا له عشان تجاره. احنا لا دورنا له علشان